اقسم بالله عوفني تركني بحالي. ما سووا الببجي على يا مدة اسطى، انا ساعة، قلت لكم ما والله اريد والله انا قايل لكم انزل في المكان اللي انتوا عايزينه. عايزين تلعبوا لي تكييم، اوريكم احسن تكييم. عايزين تنزلوا اي مكان ماشي عادي. خلاص يا عمي خلاص، ما العب ولا تغيير ولا اي حاجة، انا قلت لكم سيبني بحالي يا انزلوا في عمي، المكان اللي انتوا عايزينه. انتوا اخترتوا المكان ده، انا سيبني المكان ده بحالي يا عارف في عم، جليتش بشاركوا معاك احسن ما افجر حالي. اركب يا اسطى. تخيل خشيت في ايوه يا اسطى عشان خاطرك زي شوف خشيت هون يا جدع، عادي عادية ابن والله سهلة. اللذينة. ايوه يا اسطى اخش لك او جوه اكتر، والله اوريك عجايب والله. لا يا عمي لا تعال لا لا، تعال والله ولا بدوخ يهمك. بدوخ بدوخ. اوه يا اسطى اخش لك فين تاني؟ معايا دواء يا عم. عامل بس حركاتي يا بس عم وبعدين خلي نبقى نعطل يا عم، يا جدع عامل بس دخيل عمو حركاتي وبعدين اعمل حركاتي بس. يا الله ربي انت يا سلام ايه يا ابن متنا اللذينة. متنا متنا. لا بص يا بر، ركنا ركنا فوق البيت. ايه اصلي ركنا فوق البيت اصلي. العربية ولا منها شغالة ولا والله منها حرام بايظة؟ عليك، اقسم بالله حرام عليك. العربية باظت ولا منها شغالة ولا منها بايظة؟ حتى فوق البيت يا ابني كانوا ناس عند الدروب يا ابني، ما انا عارف. كنا ذبحناهم يا عم، دخيل على الله. يا اسطى بص صارت حركاتي بعديها يا بابا، نروح يا نذبحهم عم يا بابا. بطلت، ما بريد حركات ولا حركات، انا مالي مالي الحركات يا عم. يس بس انا كاسب بالركنه يا اسطى، انا كاسب بالركنه. يا عمي والله العظيم صار لنا نص ساعة وأنا ما معاي ولا كل، حرام عليك. يا الله يا الله، عفوك يا رب. مارك يا كده. I got supplies. يا أخي إيه المتعة دي؟ بيقولوا عني بوت.